إلى المزيد من التغطية. صحيح، مزيد من التغطية بقى في الصحف المختلفة والمواقع المختلفة المحلية والعالمية، وهنروح بقى لجريدة الشروق زميلتنا العزيزة جدا روزان نصر. روزان صباح الخير، مصبح ليكي أنا وكريم في البداية، اتفضلي. صباح الخير عليك يا نهاوند، وصباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا يعني كالعادة قبل ما ندخل في أهم الأخبار النهاردة، نفكر مشاهدينا بجدول مباريات النهاردة الأربع 16 ديسمبر. في الدوري المصري يلتقي وادي دجلة مع المقاولون العرب في الساعة 7:30 مساء، سيراميكا كيلوباترا مع البنك الأهلي في الساعة 5 مساء، أسوان مع طلائع الجيش في الساعة 2:30 ظهرا. أما في الدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد مع نيوكاسل يونايتد في الساعة 10 مساء، وستهام يونايتد مع كريستال بالاس كمان في الساعة 10 مساء، ليفربول مع توتنهام كمان في الساعة 10 مساء، وإنتر ميلان مع نابولي في الساعة 10 إلا ربع. نروح بقى لأخبارنا النهاردة. أول خبر من جريدة الشروق، تكليف خاص من الأهلي لأمير توفيق بشأن كأس العالم للأندية. كلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي لاختيار طاقم فريق الكرة بكأس العالم للأندية. ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة بعد أن توج بدوري أبطال إفريقيا مؤخرا على حساب الزمالك، والفريق سيشارك في مونديال الأندية بقميص خاص سيتم الكشف عنه مع بداية المسابقة في فبراير المقبل. من موقع اليوم السابع، وزير الشباب والرياضة يجتمع باللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات اليوم. يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الأولمبية لمناقشة خطة الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021. ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع جميع اللاعبين المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو واللاعبين الذين يمتلكون فرصة للتأهل إلى الأولمبياد، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والأجهزة الإدارية والطبية. خبر عربي من موقع إسرابيا، نصر يتحرك للتعاقد مع مهاجم الهلال السابق. يسعى النصر السعودي إلى تحسين أوضاعه في جدول ترتيب الدوري السعودي المحترفين، ومن أجل ذلك سيحاول التوقيع مع نجم الهلال السابق. من أجل محاولة تحسين أوضاعه سيتحرك للتعاقد مع البرازيلي إدواردو مهاجم نادي شباب أهلي دبي واللاعب السابق في صفوف نادي الهلال السعودي. وبالفعل نادي نصر بدأ تحركته وتواصل مع إدواردو تمهيدا لضمه خلال الميركاتو الشتوي، وقدمت الإدارة عقدا مميزا لإغراء اللاعب البرازيلي بالانضمام إلى صفوفه. خبر عالمي من موقع سبورتس 360، زيدان بنزيما هو المهاجم الأفضل في تاريخ فرنسا. عبر زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه على أتلتيكو، وذلك بنتيجة 3-0. وكان ملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة الإسبانية. مدريد استضاف اللقاء الذي جمع بين الفريقين في إطار مباريات الدوري الإسباني. وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: هل كريم بنزيما هو أفضل مهاجم في تاريخ فرنسا؟ بالنسبة لي نعم، وذلك لأنه أظهر ذلك بالأرقام. وأضاف: الأمر الأهم هو أن نواصل ما نقوم به، وأنا سعيد بالنقاط 3. وأخيرا خبر عالمي من موقع في الجول، جوارديولا يفقد أعصابه ونقطتين أمام شجاعة جونستون ورفاقه. فقد مانشستر سيتي نقطتين لمباراة ثانية على التوالي بعد التعادل مع ويست بروميتش في الجولة 13، وفشل أصحاب الأرض في فك شفرة شباك الحارس جونستون وتلقت شباكه هدفا لأول مرة منذ نوفمبر الماضي. تعادل هو الأول بين الفريقين في الدوري الإنجليزي منذ 2011، اتبعها 13 فوزا لمانشستر سيتي في المواجهات التالية. وظهر جوارديولا معترضا على قرار الحكم الرابع باحتساب 4 دقائق وقتا بدلا من الضائع في الشوط الثاني مع تواصل التعادل. دي كانت أبرز وأهم أخبارنا النهاردة من موقع الشروق، شكرا لكم وعودة للاستوديو مرة ثانية. شكرا زميلتنا العزيزة والمتألقة روزان النصر، وزميلنا العزيز جدا والمتألق أيضا مينا ماهر، شكرا لكم على التغطية الأكثر من رائعة.